دو السعر النهائي والصيغه النهائيه ما كانش تغيير كبير، وقلنا حتى لا كانش فيه زياده في القيمه تاع السكن تكون طبيعيه، لان لي بري دو 2001 سي با لي بري دو 2016. غير الاجور ارتفعت، المواد ارتفعت، كل شيء ارتفع. حنا نحاولوا باش المكتتب ما يعني ما ناثروش على المدخوليه تاعو ولا على الميزانيه تاعو، ولا تكون الدور في 20%. لما وزيد بزياده 2013 احنا عندنا بعض الولايات راها جاهزه باش نوزعوها وما وزعناش. عندنا مثلا خنشلة 2013، خنشلة 2013 راه فيها ما يقارب 1500 لوجمون ولا قريب ما يقارب 2000 لي 2013. فيه ولايات اخرى كذلك 2013 ما وزعناش، لان ما حددناش السعر النهائي وما حددناش. ونزيد نكرر باش ما تخلعوش الناس، السعر النهائي مثل ما قلتها راني في 6 شهور 7 تكون ما تتجاوز 20% وتكون في الدفع الشهري، مش مش في الاكتتاب، تكون في لي رومبورسمون مونسيوال. المسجد ان شاء الله يكون اون كروز اوفر جاهز فان 2016. هذا هو اعتقد ان دي بوان دو في مانيش اون كروز اوفر دو با لوان دي 80-82% ا بو بري. اي فالمرافق الاخرى براتيكمون راها في 95-97% من لي انستيتيو وهادو. حنا ملي نقول لك انا اون فان 2016 اون سرا 100% اون كروز اوفر، طلع حسابك اي دوا ريستي كيك شوز كوم 15-14% تيرميني سي دونك. دو فاسون هنا المنطقه هذه كلها ما بقاش فيها لي كري، عاودوا يجو غير بروبوزي لا كوبال.